هذه رسالتنا اليوم إلى هذا العدو الصهيوني بأن استشهاد خضر عدنان لن يثني المقاومة الفلسطينية ولن يثني الأسرى عن مواصلة طريقهم وعن صلابتهم. هم سيعرفوا كيف سيدافعون عن أنفسهم في داخل الأسر. اليوم نحن على أعتاب هذه المؤسسات الدولية التي نقف على أبوابها الصامتة عن الحقوق الفلسطينية وعن حقوق الأسرى في داخل سجون الاحتلال، أصبح دورها دورا هامشيا لا فائدة منه لأبناء الشعب الفلسطيني، وهي تشاهد الظلم بأعينها ولا تفعل شيئا. نحن طالبناها بمئات الرسائل طالبنا هذه المؤسسات، ولكن لا حياة لمن تنادي. قلنا لهم نريد تطبيق القانون الدولي، تطبيق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ولكن الصهاينة يضربون بعرض الحائط كل هذه الاتفاقيات. هم لا يعرفون إلا لغة واحدة هي لغة القوة، وكان ردودا فعلية صبيحة هذا اليوم من أبناء الشعب الفلسطيني، وأولها في سجن عوفر بعد أن قام أسير بطل بسكب الزيت المغلي على رأس رئيس الاستخبارات في سجن عوفر. وهذه ردود أولية بعد إعلان النفير العام في داخل السجون وإغلاق كافة الأقسام. ونحن نقول كفصائل فلسطينية وكلجان أسرى بأن دم الشهيد القائد خضر عدنان لن يذهب هدراً.